انا انس بسرعه، دائما انس كتجي في الاخر دي الحلقه. متأخر، صباح الله الخير. يخطيك، مرحبا، سنه سعيده الله انس، يبارك لنا واش ولك الصحه منيتي ان شاء والعافيه، الله بصحه كذلك لكم وسلامه جميعا حبيبه. ان شاء الله. يا الله رب. يعطيكم التخت بالبنان ديال البارح اللي ما قلت، طار البنان بالبنان. كنحتاجوا لعجين مرمل 250 غرام ديال الدقيق، 250 غرام دقيق، 125 غرام ديال الزبده الرطبه، 125 غرام زبده رطبه، واحد البيضه، بيضه، 80 غرام ديال السكر، 80 غرام سكر. السكر كنخلطوا كل شيء، ولا ما تجمعش انا كنزيد واحد المعلقه الماء بارد ولا اييه بنادي باش معروفه، تخفف لنا، نخليوها في الثلاجه ترتاح شويه، ومن بعد كنجبدوها نسرحوها ونديروها للمول اللي دهنا ونخليوها على جنب. الحشوه كنحتاج واحد العلبه ديال القشده الطريه، علبه القشده الطريه، ثلاثه البيضات، ثلاثه البيضات، واحد ياغورت طبيعي، ياغورت طبيعي، 60 غرام ديال سنيده، 60 غرام سنيده، وربعه ديال البنانات يكونوا كبار ولا على حسب المول الواحد وصافي. اربعه البنانات كبار. اييه الوغ ممكن نكون ديجا صوبنا العجينه في القالب ديال لاطارت، كنتكواش فيها بالفرشيت، من بعد كنشدوا نضربوا البيض مع السكر، نضربوه مزيان تولي عندنا كريمه، نديروا لي القشده الطريه والياغورت الطبيعي، نخلطوا عاود مزيان، ديك العجينه حنا في ذاك المول كنسطفوا فيها ذاك الدوائر ديال البنان، كنسدوا البنان كنقطعوا دوائر، كنسطفوه فوق من ذاك العجين، كندردروا شويه ديال السكر كلاسي غير شويه، ومن بعد كنخويو ذاك الخليط اللي خلطنا ديال البيض مع القشده الطريه والياغورت، صافي كندخلوهم الفرن حتى كيطيبوا واحد 30 دقيقه هكاك على درجه 180. نعم. نكونوا سخناه مسبقا شويه، صافي ومن كطيب راه تاخذ بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه يا لاله، تبارك الله عليك لاله، وشكرا لك، صباح مبروك ايضا، وسنه سعيده لكل سيدات اللي كيتصلوا بنا. كنتمنى